كبسامة ألف مبروك، الأهلي فاز بأقل مجهود. زي ما كان متوقع في بداية الماتش، بس احنا يمكن أنا واحد من الناس كنت متوقع السكور هيبقى أكبر من كده، ولكن جبنا جون بدري حلو قوي لقفشة في الدقيقة 8، واللعيبة ابتدت تريح أو إحساسها إن الماتش سهل أو ما تفهمش، يعني رغم إن قلنا دوافع كتير موجودة بوجود المدرب الجديد بالهزيمه اللي فاتت، تملي الهزائم بتدينا دوافع قويه، لكن الشوط الثاني نسبيا الاداء اتحسن شويه، يمكن صلاح محسن نزل ناحيه الشمال عمل حركه شويه، هو وحسام حسن عملوا حركه، وحسام فلاح برضو قل مجهوده البدني كتير الشوط الثاني. برافو، زي ما كان كابتن شريف بيقول في الشوط الثاني هتحصل كرامبات وهيحصل تعب وهيحصل مش هيقدروا بدنيا، ودي حقيقه، لان الناس دي زي ما قلنا ناهيين الدوري يمكن من اكتر من شهر، وبيستعدوا للموسم الجديد، الصفقات عندهم لسه ما اكتملتش، يعني هو كان بيلعب ماتش يعني للشهره تقديم. يعني انا متاكد ان من جوه لعيبه بتروجيت متاكدين ان الاهلي هيكسب المباراه لاسباب كتيره، يمكن هم لو اثناء الموسم حتى لو هم في درجه تانية واثناء الموسم والموسم شغال وبتاع يمكن طموحهم كان يزيد، لكن هم في فتره كانت المفروض فتره انتهاء دوري بالنسبه لهم، وتغيير يعني لعيبه مشيت ولعيبه هتيجي والكلام دوت، يعني حاجات كتيره، فاقصى امانيهم ان هم كانوا يؤدوا شكل حلو، خاصه ان هم بعاد عن الصوره بعد ما نزلوا في الدرجه الدوري الممتاز به السنه اللي فاتت، ماتش النهارده بيتذاع في التلفزيون مع اهم فرقه في مصر، فهم بيحاولوا كده، لكن يعني مقتنعين بالهزيمه، بس هي انك تقلل الهزيمه ازاي او ما يخليش شكل وحش قوي. فالشوط الثاني بدنيا قلوا نسبيا، يعني عملوا اللي عليهم على قد ظروفهم اللي محطوطين فيها، النادي الاهلي ابتدى اكتر من فرص بتتخلق له، شريف ضيع واحده سهله قوي اللي هي بالشمال دي اللي قبل ما يتغير، صلاح محسن في واحده رايح انفراد كان لو قطع لجوه كان خد ضربه جزاء او راح طلع لبره الراجل قطع معاه، اكتر من كوره حسام حسن تسديده وكذا كورنر، فالنادي الاهلي كسب بكل بساطه، لكن مش الاداء المقنع لينا، يعني مش اداء مقنع لينا ولا متوقع. ماشي، يعني انت عشان دي اللي انت بتقول عليها دي، لو هو لو قطع للعمق حجم اتنين، يا المدافع هيضطر يشنكله يا هيروح يجيب جول يا اما هيروح يجيب جول او هينفرد، يعني ماتش الزمالك راح لم الجول وراح حاططها بشماله جوه، مظبوط فاكر الماتش ده؟ ايوه فهو دي كان لازم بسرعه، وهو سريع لو زق لجوه حط جسمه كان الراجل يا ريت يجيبوا لنا الكره بتاعت الزمالك، يعني دي كانت لازم تتزق بقى لجوه جوه، كان الراجل المدافع لحقه في اخر وقت اللي هو رقم 26 احمد رضا وطلعها كورنر، فالاداء نسبيا اتحسن شويه الشوط الثاني، طبعا الكورنر اتعمل كويس ومحمد عبد المنعم جاب هدف كويس، واللعيبه ابتدت تدور الكوره بقى بان هي بتنهي الماتش، لكن يعني انت قلت كلمه، هل المكسب ولا الاداء؟ الطبيعي ان جمهور الاهلي عامه مستني اداء ومكسب، الاثنين متلازمين، احيانا في بعض المباريات بتاديها عشان تكسب والاداء ما يكونش حلو قوي ماشي، لكن ده مش يبقى السمه الطبيعيه بتاعه، اقول انا المهم اكسب واقعد 10 ماتشات اقول المهم انا اكسب، ما هو انت هتكسب، انت النادي الاهلي هتكسب، ما انت الفرق الثانيه غالبا اقل منك، انت هتكسب، بس هو المنطقي والطبيعي ان 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 على مدار سنيننا بنلعب كويس وبنكسب وباداء ممتع للناس، ده 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 الطبيعي في كره القدم، وكمان بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي اهم فرقه في افريقيا، لكن احيانا بعض الاوقات هتجيلك بعض المباريات تكسبها وادائك مش حلو ماشي، لكن ما تبقاش يعني انا اقصد ايه عرف يتقال احنا نلعب الاداء ولا المكسب، لا هو الطبيعي الاثنين يرتبطوا ببعض، لان غالبا الاداء السيء بيؤدي الى نتائج سيئه، الاداء السيء هيؤدي لنتائج سلبيه،
فنتمنى ان شاء الله ان مع الوقت ومع مستر سواريز يعني يبقى موجود ومتواجد ويستكشف الفرقه ان نبقى مجمعين بين الاداء الكويس والمكسب. لكن النهارده فوز سهل ومستحق طبعا.